معنا على الهاتف الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التموين. اهلا بحضرتك استاذ محمود. اهلا بيك يا استاذه نهله، وكل سنه وانت طيبه ومشاهدين الطيبين وبخير. وحضرتك طيب يا فندم، وان شاء الله يكون اعياد سعيده علينا كلنا كمصريين الاعياد القادمه يا باذن رب الله. يا رب باذن الله يا فندم. اللهم امين. بالنسبه لسعادتك، الخبر اللي انت ذكرتيه منذ قليل، ايوه يا فندم، انت عارف حضرتك ان منظومه بيع الخبز الجديده تم تطبيقها في 15 محافظه. ايوه. وان شاء الله هتم التطبيق في 4 محافظات قادمه خلال الشهر الحالي، اللي هي الايوبيه والبحيره وكفر الشيخ والمنيا. طيب التطبيق، وكما نعلم حضرتك ان في ثقافه منطقه الصعيد او ثقافه الحضر غير ثقافه الريف، بالذات في انتاج الخبز. ولذا الدكتور خالد حارس وزير التموين والتجاره الداخليه بيدرس ان عند تطبيق منظومه الخبز الجديده في مناطق الصعيد وخاصه في الريف، ان يتم توزيع عليهم بدل حصص الخبز اللي هي معروف ان كل مواطن له 150 رغيف على بطاقه التموين. ايوه. هيتم بيتم دراسه حاليا توزيع حصه من الدقيق بدل من حصص الخبز. ده لتشجيع المواطنين على عوده لرجع القريه منتجه ثاني زي الاول. يا ريت، والتجربه دي لو نجحت في الصعيد يا فندم يمكن نقلها ايضا الى الوادي والدلتا، يعني الى الريف. هو حضرتك الدلتا مختلفة عن الصعيد، الصعيد دايما بتعتمد أكثر على الخبز، وجود أفران في المنازل أو في أكبر المنازل. نعم. لكن في الدلتا أو في بحري أو في العواصم مش موجود موضوع الأفران، لكن بيعتمدوا على الأفران الآلية. أيوه. نظرا للثقافة المختلفة، لحركة العمل، حركة الشغل اللي موجودة في الدلتا وفي البحري مش موجودة في الصعيد. طيب حضرتك التطبيق التدريجي لمنظومه الخبز، يعني كل شهر كده بندخل محافظات جديده في المنظومه، بيتيح لنا مراجعه ما يطرق من اخطاء ومعالجتها. شايف حضرتك يعني سير منظومه الخبز وتطبيقها، وان شاء الله هتطبق بالكامل في شهر يناير القادم، وصلت لحد فين؟ شايف حضرتك يعني في رضا عنها من قبل الجمهور حتى الان؟ الحمد لله، يعني تم تطبيقها بنجاح في 15 محافظه، لدرجه حضرتك ان دلوقتي في بعض المحافظات زي اللي في بني سويف وزي الوادي الجديد وفي مناطق في القاهره زي عين شمس وفي الوراق بيدوا العيش مجانا للمواطنين. ده راجع بيرجع للمنافسه ما بين المخابز دلوقتي اللي جذب اكبر عدد من المواطنين لاعطاء لهم الخبز لهم عشان يكسبهم. فده بيدل على نجاح المنظومه، وايضا في استمرار فارق نقاط الخبز اللي اسعد جميع المواطنين، اللي هو السعر الغذائيه المجانيه اللي بيحصلوا عليها مقابل ما يوفرونه من استهلاك الخبز. طب بالنسبه يا فندم، ايوه فندم اتفضل اتفضل. ده بيتيح لهم دعم زياده على بطاقه الاسره. صحيح. وبعدين وصل حضرتك متوسط فرق نقد الخبز الى حوالي 40 جنيه لكل بطاقه. فده زياده دعم للاسره، بيجي ياخدوا قصادها مقابلها سلع غذائيه مجانيه، زيت، سكر، رز، صلصه، بقوليات، اي. وبعدين معروف ان من حق المواطن دلوقتي ان يصرف السلع التموينيه بتاعته او فرق نقد الخبز من اي بقال تموين او مجمع استهلاكي داخل محافظته. طيب فيما يتعلق بجوله يعني وزير التموين الى الاسكندريه، ماذا تم في هذه الجوله وايه المشروعات الجديده الخاصه بتموين اللي تم افتتاحها او زيارتها اليوم؟ هو حضرتك كان الجوله اليوم الدكتور خالد حامد وزير التموين والتجاره الداخليه كان بيرافقه اللي هو طارق المهدي محافظ الاسكندريه والاستاذ احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاريه. كان الاطمئنان على نجاح منظومه الخبز، وتفقد بعض المخابز والمحلات البقاله التموينيه والمجمعات الاستهلاكيه، وتاكد من توافر السلع بجوده عاليه وتوافر الخبز اللي موجود، وايضا افتتح احد المخابز البلديه المدعمه. ولا تتخيلي سعادتك مدى كان رضاء المواطنين على منظومه الخبز وجوده السلع التموينيه وفارق نقاط الخبز اللي اتعبهم كتير جدا. طيب انا بس هو ممكن يكون حاجه مالهاش علاقه بوزاره التموين، بس اذا كان لها علاقه او لكم سيطره عليها يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب، حلاوه المولد غاليه نار. هل في اي سيطره على الاسعار هذا العام، ولا نتيجه لان سوريا تمر بظروف سيئه واحنا بنستورد منها، كنا نتيجه لارتفاع يمكن السكر نجد اسعارها مرتفعه للغايه؟ حضرتك بالنسبه للاسعار ما عادش في دلوقتي اسعار جبريه ولا نظام، لكن تقدر تخش باليات ثانيه. ان دلوقتي حضرتك في المجمعات الاستهلاكيه ما بتروحش حلاوه المولد باسعار مخفضه جدا لكافه المواطنين وبجوده عاليه. إذا هيلاقوا في المجمعات الاستهلاكية للمواطنين هذا العام حلاوة المولد، ممكن يشتروها بأسعار أقل. بالظبط يا فندم، جودة عالية جدا. تمام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمود دياب متحدث باسم وزارة التموين، وكل عام وحضرتك بخير.